وينضم معنا في الاستوديو الخبير العسكري سعادة اللواء محمد القبيبان. سعادة اللواء مساء الخير واهلا بك. اذا ما تحدثنا عما يعني تبين لنا قبل قليل في المؤتمر الصحفي ان قوات التحالف ترحب بالقرار الاممي الذي عقد بستوكهولم، ايضا من جانب اخر هناك خروقات بلغت 138 خرقا لاتفاق اطلاق النار وتحديدا اتفاق السويد، تعليقكم؟ شوف، هذا الشيء أولا معروف من قبل الحوثيين، وفي عديد من الهدن تم يعني عقدها أو اتفاقيات مبدئية معهم وهذا ديدنهم. لكن أنا برؤيتي لهذا الاتفاق خاصة في منطقة الحديدة، نعم، حتتغير الصورة. يعني أنا أعتقد أنه حيكون هنالك التزام إجباري. يعني صحيح الأخ تركي ذكر أنه تقريبا 138 اختراق، لا، ويقول لك أنه أول الساعات الأولى كان هناك 62 اختراق والبارح 24 اختراق. نعم. هذا معروف عن هذه الجماعة، لكن في ظل تواجد قوات عسكرية مؤهبة لردع هذه الجماعات، حتى في ظل وجود باتريك، يعني نعم. باتريك لا تتوقع أنه بيجي بعصا سحرية. باتريك لابد أن يلتزم. يمكن تحدثنا وانت خلال لقائنا البسيط عن ما هي أهمية زيارة باتريك، ولكن في عدم التزام الانقلابيين وعدم يعني الاتفاق أو التوافق مع المجتمع الدولي، هذا يعطينا مؤشرات عديدة. لذلك لابد التعامل معها بحزم وحرص، وألا يستغل هذا الاتفاق أو هذه الهدنة لتغيير المرجعيات الثلاثة، لأنه هنالك العديد من خلينا نقول لك العبارات المطاطية والغير واضحة والمبهمة في اتفاق السويد. من جانب آخر يعني سعادة اللواء، يعني الملاحظ الجيش الوطني واصل التقدم في كافة الجبهات، هناك أيضا بشأن المساعدات الإنسانية عرقلة من قبل الميليشيات الحوثية لوصول سفن إلى عدد من الموانئ، لماذا برأيك؟ وهذه نعتقد إذا كان السيد باتريك يبي يعني يخرج خلينا نقول بتاريخ مشرف له، وكذلك للسيد المبعوث الأممي، وهو العمل على إيصال هذه المساعدات إلى أصحابها. نعم. بمعنى رأس عيسى والصليف والحديدة يجب أن تتوقف العمليات العدائية وتأخير السفن لإيصالها إلى مستحقها. هذه نقطة جد مهمة لابد أن يعمل عليها السيد باتريك. ولكن لماذا يفعل الحوثي هكذا؟ هو الغرض الحوثي يستغل العملية، هو يبغى يستغل وجود هؤلاء الجماعة. نعم. وبرأيي الشخصي أن هنالك حصل تنازل ما فيما يخص اللي هو السويد، نعم، ويمكن قد يعتقد بأن هنالك خروج عن المخرجات الثلاث، فيريد أن يستغل هذا ويطبقه على كافة خلينا نقول مسارح العمليات في اليمن. لذلك يجب أن تفصل الحديدة عن المسارح الأخرى، وأن يتم التعامل مع الحديدة حسب مفهوم أو اتفاقية السويد. هل تعتقد سعادة اللواء بأن الآن إذا ما تحدثنا بتوسع عن زيارة باتريك وتفقد للحديدة والميناء، هل هو بفعل لتطبيق الاتفاق أم أن هناك يعني تقارير سترفع من قبل باتريك دلالات هذه الزيارة؟ من أقول لك، هو الآن عنده فرصة باتريك أنه يعني فعلا يثبت مدى مدى قوة الأمم المتحدة، بما أنه اختير شخصيا من السيد المبعوث الأممي لتطبيق هذه الاتفاقية. لكن هنالك دائما للعسكريين أولويات في الميدان. يعني أنا سمعت ولاحظت حضرتك تتكلم على أنه سوف يزور خطوط التماس. أنا أعتقد أن هنالك أولوية قصوى، ألا وهي موضوع الانتشار وإعادة الانتشار، على أن تعاد القوات إلى ما كانت عليه سابقا. وهذا مفهوم ترى مو بسيط. يعني لما تتكلم على مفهوم إعادة الانتشار، فالحوثي من وين جاء؟ جاء من عمران، إذا ما أراد أن يطبق مفاهيم عسكرية. فنحن لا نذهب بعيدا، ولكن نريد إيقاف الحالة المتدهورة الإنسانية في اليمن، فما عليه إلا أن يقوم بتطبيق هذا المفهوم اللي هو الانتشار وإعادة الانتشار القوات، وحتى يعني بإمكان يعني المساعدات أن تصل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الأمن، لأنه إحنا أمام مجموعة لصوص، أمام مجموعة حرمية، يعني قد يستغل لك هذا الوضع. وفي سؤال طرح أحد الصحفيين على الأخ تركي، قال لك كيف يعني تبون تتأكدون، ولا كيف يتأكد السيد باتريك
من أنه سوف يتم يعني زج برجال أمن حقيقيين وليس يعني تابعين للحوثي، وهذا تحدي أيضا. لذلك باتريك هو لابد أن يعمل على هذه النقطة. النقطة اللي أنا أشوف أنها أيضا مهمة إيصال المساعدات. جميل. الآن يجب أن تصل هذه المساعدات وإيقاف الحالة المدهورة. هي بس هي ليست فقط ترى في الحديدة، يعني إحنا لما نتكلم على موضوع إيصال المساعدات هي اليمن. التحدي الأكبر اللي هو الألغام. نعم. يعني وأنا جايك أسمع أنه هنالك مليون لغم. هذا ما تم اكتشافه من برنامج مسام، لكن ما خفي كان أعظم. لذلك هنالك تحديات كبيرة. أرجو من السيد باتريك والفريق الذي سوف يعمل مع باتريك ألا يخرج عن ما هي الأمور الأساسية التي هي للحديدة، يعني أتى فيما يخص الحالات الإنسانية وما ذكرته سابقا لتطبيق نعرف سريعا سعادة اللواء باختصار بشأن زيارة باتريك. إذا أنت تتحدث بأنه لابد أن يركز على مسألة الانتشار ونقطة انطلاق هذا الانتشار، القوات أين نعم. كانت وأين ذهبت، والحالة الأمنية. النقطة الثانية المساعدات الإنسانية، الحالة الأمنية نعم. قبل الوصول من هم الذين سيديرون الحالة الأمنية، لأنه أوقف القتال الآن نعم. الحكومة الشرعية لها متطلبات، وأنا أوافق الحكومة الشرعية اللي هو من قبل 2014 من سوف يدير العملية الأمنية نعم. فلا بد من السيد باتريك أن يتفهم لهذه النقطة. ملف الألغام مهم جدا, جدا في نهاية جدا هذا نعم الحوار، ما في شك، بالتعاون مع مركز مسام. مسام نعم، لأنه الألغام الآن نحن يعني على بناء على التقارير يقول لك إنه أكثر من إيش، أكثر من ألغام الحرب العالمية الثانية نعم. يعني عملية جماعة مجرمة، فهنالك تحديات كبيرة راح تواجه السيد باتريك. ولكن أنا أعتقد أنه يعني من حديث الأخ تركي بأن هنالك سوف يكون دعم مباشر، حتى على فكرة النقطة بس أخيرة بقول لك فيها بإيجاز فيما يخص تحركات بعض القوات والتوجه خاصة الحوثية، كيف ستتم مراقبة هذه العملية. هنا لابد أن يلعب التحالف دور كبير في هذا الموضوع نعم. فيما يخص مراقبة التحركات العسكرية ونقل الرادارات جيد. وقد يكون هناك نقل بعض منصات الطائرات بدون طيار وإلى آخره. لذلك المهمة هي ليست بسيطة، ولكن يجب أن يركز في واضح المنطقة التي هو يجب أن يعمل. ضيفي في الاستوديو الخبير العسكري سعادة اللواء محمد القبيبان، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا.